خلاص حسك تقول لي روح رعيلي وباقي لك. أنا مليت وما عاد فيش معي قلب فاضي لك. عمل تجديدي لإحدى كلاسيكيات الأغاني العدنية لفنانين شباب لم ينتج في أحد استوديوهات الدول المتقدمة في مجال الإنتاج الفني بل في مدينة عدن، إذ صار لمجال هندسة الصوت فنيون تجاوزوا مشكلة الإمكانيات بعد رقمنة مختلف التقنيات بتوفيرها في أجهزة الحاسوب. وفي غرفته الصغيرة يعمل الشاب عمرو خالد الشهير بإكستودو في مهنة ما زالت دون مكان لها في مقاعد الدراسة والتدريب في البلد ككل. فنحن قادرين ننتج أقوى الأعمال، لأنه في الوقت الحالي صار العمل مش معتمد على الأجهزة، لأنه الأجانب كل ما لهم يطوروا دراساتهم، وأتمنى أنه نحن العرب نطور دراساتنا ونوصل لهذه الدراسات، يحاولوا أنه يأخذوا الجهاز، جهاز هندسة صوت، يفهموا حق الدائرة الكهربائية ويترجموها برمجيا عشان يوفروا موضوع التصنيع، بدل ما يصنع جهاز وتكلفة وإمكانيات وممكن شركة تقفل وينتهي الجهاز هذا وتصير أزمة. بدأ عمر حياته الفنية كمغني راب، لكن ظروف هذا الفن في اليمن لم تساعده على الاستمرار، لكن الراب كان طريقه لدخول عالم هندسة الصوت، وهو الدور الهامشي في نظر الكثيرين إذ يغيب وراء الكواليس، بل إن كثيرا من المغنيين ما زالوا أسرى عقدة الأجنبي مهما أبدع المهندس المحلي. وبالنسبة لإنتاج الأغاني مثل العالم، نحن قادرين ننتج في عدن، من عدن كل مهندسين صوت الموجودين إن كان محترف أو غير محترف نحن قادرين، ومعانا موزعين محترفين، وهذه حاجة حقيقة تزعلنا إنه الفنانين عندنا يعني هو نقص خبرة، هذه أنا أسميها نقص خبرة. أول ما يلاقي دعم أو إمكانية أول حاجة يفكر فيها أنا فين بأنتج عملي؟ طيب عندك موزعين محترفين، عندك شباب محترفين، عندك لا مصر. بات يوما في فصل الشتاء بين الأوتار الافتراضية على شاشة اللابتوب إنتاجا وتسويقا عبر الإنترنت، وبين أوتار الجيتار الذي تعلمه شغفا بالموسيقى، يستمر عمرو إكستودو في المجال الموسيقي هاويا ومحاذيا للاحتراف رغم ركود سوق الإنتاج بسبب الحرب. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.